طيب النقطة اللي هنتكلم عليها دلوقتي هي ال electives، وكلمة electives لغويا يعني حاجة اختيارية. دي عادة الطلبة اللي هم في آخر سنة في medical school هنا في أمريكا، وفي ساعات برضو في تالت سنة في medical school، اللي هم السنوات ال clinical، بيبقى عندهم فرصة ان هم يختاروا specialty معينة هم عايزينها، وبيروحوا يعملوا فيها ال rotation اسمها elective، اللي هو بيبقى يعني زي عندنا زي الامتياز عندنا كده. وبيروح احنا برضو في الامتياز عندنا في مصر بنروح برضو بنختار تخصص معين، زي ما انت عايز بقى تخدير رمد نيورولوجي زي ما انت عايز، وبتروح تعمل فيه شهر. فالالكتف عشان تيجي تعمل الالكتف في امريكا الشرط الاساسي هو ان انت تبقى medical student، وهما definition عندهم of medical student هو حد قبل ما يتخرج. والتخرج عندنا عشان هو ليه علاقة بان انت تخلص امتيازك، ففترة الامتياز كلها تعتبر ان انت لسه ما تخرجتش وانت لو رحت امريكا. فلو انت عايز تعمل elective في امتياز this is possible. اوكي، فدي نقطة مهمة جدا ما كناش زمان نعرفها يعني. ففي الالكتيف انت الميزة الاساسية، وليه بنصح الناس بموضوع الالكتيفز دوت، لان اول حاجة it's available، جامعات كتيرة جدا بتوفر electives للانترناشونال students، فلو قدمت فيهم هياخدوك. تاني حاجة، حتى من غير ما تعمل USMLEs انت من حقك تكشف على عينين وتاخد history وتعمل physical exam، وساعات حتى تعمل تاخد stitches اكنك امتياز عندنا في القصر يعني، او في عين شمس او اي حتة اي جامعة في مصر. فال patient contact ممكن تعمله من غير ما تعمل بقى ال ECFMG والكلام اللي انت هتضطر تعمله عشان تلمس عيان بعد ما تخلص امتيازك مصر. ولكن لو هتلمس عيان في امريكا بتحتاج ان انت تبقى عامل مال براكتس انشورنس، بتحتاج ان انت تبقى عامل immunization او عندك immunization records، والكلام ده هنبقى نتكلم فيه في تفاصيل later on. انا بس بدي overview. بتحسب لك ك US clinical experience لما بتيجي تقدم على الماتش، بتحسب ك clinical experience في امريكا، ودي very valuable في الماتش. وهتشوف لو انتوا قررتوا تقدموا في الماتش من الايام، هتكتشفوا ان كام شهر ممكن تعملهم وانت طالب لسه تفرق معاك جدا 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 في الماتش. وانت بتعمل elective ال professors اللي في الجامعة اللي انت فيها او ال preceptors بتوعك يعني، بيقدروا يكتبوا لك letter of recommendation يكلموا فيه على ال clinical skills بتاعتك، وده rarely لما تعرف تعمله بعد ال graduation. وعشان كده اهميتها ان انت ممكن يعني حد من امريكا يعلق على الكلينيكال يعني سكيلز بتاعتك، ودي مهم جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم الناس اللي عملوا electives ودخلوا الماتش دي جالهم انترفيوز حتت كويسه جدا جدا، لان letters of recommendation بتاعتهم كانت قويه جدا. وبرضه خلي بالك ان انت medical student وبتسافر امريكا بتروح تعمل هناك rotations، فبتبقى منظرها حتى احلى بكتير. في سايت اسمه الـ American Association of Medical Colleges الـ AAMC، والسايت دوت لو دخلتوا عليه هتلاقوا فيه حاجة على الـ electives هناك. أنا مسهلها لكم على الويب سايت على mtar.com. لو دخلتوا under Medical Students في الـ Navigation Menu يعني، هتلاقوا فيه جزء كبير جدا electives بيحكي على الـ experience كذا واحد عملوا electives، والسايت دوت موجود عليه بحيث ان انت متقعدش تدور كتير. فالسايت ده فيه database لكل جامعات أمريكا اللي بتوفر electives ومتطلباتها ايه. في منهم عندهم tuition يعني، مثلا بتدفع مثلا في الشهر $100 application fee او $200 whatever يعني، وفي عندهم application fees وفي ما عندهمش application fees. في حاجات يعني مفيش tuition ومفيش application fees، وفي في حاجات عليها demand اكتر فيها application fees، فاختار اللي انت تقدر تمانج يعني. ال malpractice insurance وال health insurance الكلام ده كله ممكن يتعمل من مصر. قصدي ال health insurance وال immunization، ال malpractice insurance لازم يبقى من هناك. anyway التفاصيل دي كلها هتلاقوها موجودة في الويب سايت تحت اللي هو electives اللي هو موجود تحت medical students يعني. يا ريت اللي interested طبعا يبقى يبعت لنا message عن طريق الويب سايت، او طبعا يخش يقرا الاول كويس جدا ويخش على الفيسبوك جروبس. في فيسبوك جروب مسؤول عن اليو اس كلينيكال اكسبيرينس اسمه يو اس كلينيكال اكسبيرينس،
برضو اللينك بتاعه موجود على الويب سايت لو رحت دورت على الفيسبوك جروبس. تمام، وده يعني اللي كنت عايز اقوله على الالكتيفز.